متواجدين عند دوار الازدهار القادم من منطقة الموالح الجنوبية، وأيضا الذي يخدم بعض المراحل سواء كان لمنطقة الخوض أو القادمين من أيضا المراحل الأخرى القريبة من منطقة الموالح. وهذا الدوار يوزع الحركة المرورية على شارع السلطان قابوس، أو يوزع أيضا إلى المستشفى العسكري، وكذلك أيضا إلى دوار برج الصحوة. يلاحظ أيضا كثافة مرورية على هذا الدوار، ازدحام مروري كثيف بداية ذروة الصباح، نظرا أيضا للمسار وحيوية هذا المسار والكثافة المرورية بشكل يومي خاصة على هذا الدوار. نرجو من مستخدمي الطريق أيضا التعاون مع رجال المرور الموجودين أيضا في الموقع للتسهيل وتنظيم الحركة المرورية. أتمنى الجميع أيضا وصول أيضا سالمين إلى مقاصدهم، وأسأل الله أن يحفظ الجميع أيضا من مخاطر الطريق، وأتمنى الجميع إن شاء الله التوفيق. دمتم بحفظ الله إن شاء الله جميعا.